مساحة حرة. العشرة والدقيقة الثانية وثلاثون، مساحة حرة سنخصصها للحديث عن ماذا يا رضا؟ عن كثير من الأشياء، عديد الأشياء طبعا، مع ضيفتنا لنا الجندي الإعلامية والكاتبة السورية. نعم، موجودة معنا على الخط. بداية نرحب بك يا لنا. صباح النور. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح النور، أنا كثير بحبكم، أنا كثير مبسوطة أني على أثير مونتي كارلو. أهلا. الإذاعة اللي ربيت على صوتها من أنا صغيرة. طيب أهلا وسهلا يا لنا. أهلا وسهلا. طيب البداية ربما ستكون إذن بصندوق الذكريات. بشو بتذكرك مونتي كارلو الدولية بحكم أنه حكيت عنها في البداية؟ بتذكرني أنا كنت الصبح دائما فيق على صوت راديو مونتي كارلو، بابا كان يسمع أنا وصغيرة، فأنا كنت أسمع كل الأغاني، وكنت أسمع حكمة وهبي وكل الأغاني وكل السلوغن تبع مونتي كارلو، وكنت أتذكر هيك ريحة القهوة الصبح لما بابا يحضرها وماما تكون عم تعمل لي ساندويتشز. يعني فعلا لما بسمع مونتي كارلو لهلأ، يمكن لما بسمعها لأنه هيك بحس أنه في شيء كتير حميمي بيني وبينها قديم. سعداء إذن بتواجدك معنا هذا الصباح في مساحة حرة، وتحية للأسماء الكبيرة التي مرت على أثير مونتي كارلو الدولية من خلالك أكيد ومن خلال كلامك يا لنا الجندي. طيب رضا، البداية إذن ستكون بداية بالحديث يعني بشكل مختصر إذا أمكن عن مشوارك لنا الجندي، قبل أن ندخل يعني في حديث عن هذه التجربة الأدبية. تفضلي. أنا مشواري الأدبي ما كتير أنا بحس أنه هيك طويل، أنا بقرأ من أنا وصغيرة كتير، وبحس أنه هو هذا هي المساحة الوحيدة اللي أنا فيني أعبر عن اللي جواتي عن طريقة. أنا ما كتير تنقلت حتى بالشغل، أنا من الناس اللي بتحب تضل بمكان واحد إلى أن يأتي شيء هيك يخليني أحس أنا عملت خطوة جدية وكبيرة بحياتي، تغير لي كل اللي راح. عندي مجموعتين قصصيتين، وعم بشتغل على بروجكت جديد، كتاب جديد، وأخذ لهلأ كتير مني وقت، وبتطور لسه ياخد مني وقت لأنه له علاقة بقصص واقعية، وأنا عم جرب أني أخذها بطريقة عفوية. ما بدي ناس يكون عندهم ماضي أو يكون عندهم تداعيات لنتيجة ذكرى معينة لحتى يكونوا موجودين معي. هيك. طيب كيف تعيشين ما تعيشه الساحة العربية اليوم من أحداث دامية للأسف؟ بخيبة أمل كبيرة، بس أنا من زمان ما كان كتير عندي ثقة بالمجتمع اللي حوالي. أنا سافرت من سوريا وأنا عمري تقريبا 17 سنة، طبقت 18 بالإمارات، وكان قرار خاص بيني وبين حالي أنه أنا ما بقى بدي أعيش بهذا المجتمع. الحقيقة دبي كونها مدينة كوزموبوليتان، فهي في عندك مقدار من الحرية للمرأة بشكل خاص، مفعل طبعا هي الحرية بالقوانين. فأنا بحس هون أنه أنا صنعت حالي بهي البلد وحيدة، بدون ما يكون في أي حدا عم بيساعدني، بدون ما يكون في شيء له علاقة بعائلتي أو العلاقات الاجتماعية اللي بتربطني مع ناس كبار بالبلد، بعيدا عن المجتمعات اللي هي تبع مجتمعات السرسرة والحكي، هو الشيء اللي بتخاف منه المرأة مثلا بسوريا. فما بعرف، بحس انه انا هون عرفت شو يعني حرية المرأة، هون عرفت شو يعني الحرية الشخصية فعليا. في الإمارات عرفت حرية المرأة تماما، وبتتفاجئي يمكن انت بتقولي انه هي دولة اسلامية وانه في عندهم محاذير وعندهم قوانين. لا زرت الإمارات نعم تفضل. يعني ما قدرت تعيش 10% منه بسوريا، غريب. احنا المفروض دولة علمانية. طيب تتحدثين عن سوريا قبل أن تخرجي منها، يعني عندما تقولين حرية المرأة، عن من أنه ربما يعني سمعت كلام غير عن سوريا، لم نزرها للأسف، ولكن سمعنا كلام غير قبل ما تشهده حاليا سوريا من أحداث، أنه هناك يعني حرية تامة للمرأة، يعني تقوم بما تريد القيام به، كانت حرة على مستوى اللباس، حرة على مستوى الاعتقاد والديانة. يعني لا هذا ليكي في فرق. ما بتحكي عن النخبة يلي هي المجتمع يلي فوق الطبقة المتوسطة، يلي هدول عايشين حياتهم بدون ما يعملوا، بدون ما حدا يزعجهم أصلا، لأنه هن مالكين كل شيء حواليهم، مالكين الأمكنة ومالكين كل شيء. وأصلا العالم بسوريا ما بتجيب سيرة الكبار بشكل عام، يعني حتى مجتمعات السرسرة النسائية ما بتسترجي تجيب سيرة حدا معه مصاري أو حدا وضعه المادي فوق المتوسط بمنيح، بينما أنا عم بحكي عن الطبقة اللي بتشبهني، عن الطبقة المتوسطة العاملة كذا،
أنا ما بتصور إنه أنا لو كنت عايشة بسوريا كنت بلغت من اللي أنا بلغت له اليوم، يمكن أكثر من 20%، رغم إنه أنا عندي الإمكانيات، ولكن سوريا لا تصنع. نعم. لأن الجندي، لو نعود الآن إلى تجربتك الإعلامية بعد دراستك في المعهد السياحي وتجربتك الأدبية في كتابة القصة القصيرة، كيف جت مغامرة الإعلام؟ أنا من أنا وصغيرة كنت بحلم أكون صحفية، بس المجموع الدراسي ما عطاني غير إني كذا خيارات، وكانت خيارات كتير ضئيلة، منها معهد زراعي أو هيك. فأنا قررت إني أدرس سياحة لأنه كنت بس بدي أطلع من البلد، بدي أسافر. كان عندي صديقة تشتغل جايد بشركة سياحية، وكان دائما هيك عندي طموح إنه أنا فيني أطلع خارج هذا المحيط، بدي أسافر، بدي أعيش برات سوريا. فلما أجيت على الإمارات كنت بلشت أكتب مقالات بجرايد بعد ما انعرفت المجموعة القصصية الأولى يلي هي رقصة الحياة، ومن هون بلشت. ما كنت بدي بس كون كاتبة مقال، كنت بدي انزل على الشارع شوف شو عم بيصير، احكي عن مشاكل ما حدا قالها قبل هالمرة. وبدأت بمجلة أحوال يلي هي كانت يمكن إذا بدك اللقاء الأول بيني وبين الناس، لحتى هيك يفوت على بيوتهم وأفهم شو مشاكلهم وجرب حل. وكنت كتير أخذتها بضمير يعني، وما أزال يمكن حتى بالصحافة الفنية. بس انتقلت للصحافة الفنية لأنه كانت أقل محاذير، وحسيت أنه كمان هذا المجتمع ممكن يتضوى عليه لأنه في كل الفئات. نعم، الصحافة الفنية ممكن مش موجهة يعني بشكل مباشر مثل الأخبار أنه أقل محاذير. أكيد أنت بتعرف لما بدك تحكي عن مجتمع بتصير بدك تحكي عن أشياء، بتصير المجلة بتخاف عليك، لا أنت فيك تحكي هيك، لا ما فيك تحكي هيك، لا لازم يكون في عندك إحصائي، في عندك قدر من المصداقية لازم تضيفه. ورح تجيب هي المصداقية بدك تتعب كتير وبدك تطرق كتير بواب ما بتعرف كيف بتنصد بوشك، وما بتعرف شو بيكون. نعم. يعني رد الفعل يعني في النهاية ليست في النهاية، إذا أردنا أن نتحدث عن المجتمعات، المجتمع الذي يعني كنت تعيشين فيه بعد خروجك من سوريا، ليس بإمكان الشخص أن يكتب بحرية كبيرة يعني كل ما يراه في المجتمع، يعني من خلال كلامك في النهاية، يعني ليست هناك حرية التعبير. العالم نفسها هي ما بترضى تحكي، انت عايشة بمجتمع عربي بيرفض اصلا يواجه مشاكله الشخصية. يعني انا اذا بدي اروح على بيت فقير بيرفض انه يطلع معي لانه هو ما بده يورجي العالم انه هو فقير. اذا بدي اروح لعند وحدة عندها مشكلة طبية بترفض انه هي تحكي، اذا هي ما رفضت تحكي فالدكتور يلي معه بيكون راشي ألف بني. عرفتي؟ يعني انا المواضيع اللي كنت عم جرب احكي فيها كانت كتير شائكة، وحتى لما نشرت الناس ما بتحب تحكي فيها. نحن مجتمع منغلق كتير على ذاته يرفض مواجهة الأشياء. نعم. فأنت ما لك علاقة بس بالقوانين، أنت لك علاقة بالمجتمع، المجتمع نفسه عنده رفض. نعم. طيب لنا الجندي، الحديث بصراحة مشوق معك. سنتحدث عن المرأة في مسار لنا الجندي. أنت امرأة وتكتبين للمرأة، أنت جريئة جدا في الكتابة عن المرأة، لماذا؟ لأنه أنا الصوت الوحيد اللي بيقدر يقول الأشياء بمسمياتها، لأنه المرأة هي عدو نفسها. يعني أنا ما حدا حاربني بحياتي إلا نساء، وبتتفاجئي أنه أنت يعني اليوم المرأة يلي عم بتطالب بأشياء هي بدها إياها تصير، بتلاقي في ألف وحدة بوشك عم تقلك لا أنا ما بدي إياها تكون موجودة، لأنه هي رضيانة بأنه بالوضع يلي هي عايشة فيه، ولأنه اكتشفت أنه كل العالم ضدنا. مش عم بحكي أنه يعني كمجتمع، يعني بعيدا عن العادات والتقاليد، انت حتى القوانين ضدك بسوريا، كل شيء يصير بعكس المرأة، كل شيء بلبنان، كل شيء يصير بعكس المرأة، رغم انه يسوق انه العكس تماما، ولكن على ارض الواقع انا لما في كل البلدان العربية، ليس فقط في سوريا ولا في لبنان، باستثناء تونس. نعم. باستثناء تونس، لانه انا تونس كنت حاسستها هي اكبر تجربة منطقية. نعم. قدرت أنه تدعم المرأة، حتى المجتمع بيآمن فيها. إذا المجتمع ما بيآمن بالمرأة كصانع وكمربي لأجيال، ما فيك تأمني فيه، ما فيك تقولي أنه هو مع المرأة. القوانين الخاصة بالمرأة ومدونة الأسرة في يعني الخاصة بالمرأة في تونس مختلفة تماما، بحكم يعني قوانين بورقيبة وما إلى ذلك، يعني لا يمكن أن نقارنها ببقية الدول العربية. ولكن يعني إذا أردنا مثلا أن نتحدث عن هذه الكتابة الأدبية الجديدة أو كتابك الجديد، أول تجربة جنسية في حياة المرأة العربية، كيف تطرقتي لهذا الموضوع؟
جلسة خاصة يمكن تتفاجئي إنه أنا ثلاث أرباع اللي بكتبه إذا ما كان كله له علاقة بتجارب شخصية، إذا ما صارت معي فهي أكيد صارت مع غيري. يمكن أنا بغير بس شوي بالحدث الدرامي تبع الحكاية مشان ما يكون هو بحذافيره، ولكن أنا بكتب القصة كما حصلت. يمكن مشان هيك الناس بتحب اللي أنا بكتبه، لأني ما بكذب لما بشوف الأشياء. أول تجربة جنسية بحياة المرأة، لأنه أنا اكتشفت أنه من خلال جلسات خاصة هيك لما أكون قاعدة أنا مجموعة بنات وبحكم مثل ما قلت لك المجتمع اللي عايشة أنا هون فيه بلتقي بكتير جنسيات، اكتشفت أنه ثلاثة أرباع البنات بيلتقوا بنقطة واحدة. أول مرة البنت تعرفت فيها على جسدها كانت تحرش، هي مصيبة. تحرش من قرايبينا، تحرش من جيرانا، تحرش من المجتمع اللي حواليها. أول مرة اكتشفت فيه جسدها يعني هي المفروض تكون أجمل مرة بالحياة، اللي كانت المفروض لما البنت مثلا بدها تجيها البيريد مثلا ما تكتشفها عن طريق الغلط أو بخوف أو تفكر إنه هي ماتت أو عم تنزف أو كذا. طبعا هذا كمان له علاقة بالمجتمع يلي رباكي. يعني الكتاب هو عبارة عن مجموعة قصصية، أو تصنيف تصنيف هذا الكتاب شو هو؟ فيك تقول إنه هو قصص واقعية لمئة حالة من نساء من العالم العربي أول مرة اكتشفوا جسدهم كيف كانت. لهلأ الحالات اللي عندي كلها تتحرش، وأنا ما عم دور على هدول الحالات. يعني أنا مني قاصدة، وأنا ما عم يعني أنا كان فيني يمكن روح لعند أطباء نفسيين اتقابل مع الحالات. أنا بدي حالات عادية، بدي نساء ناجحات بالحياة ونساء عم بيشتغلوا وفايتين بمعترك الحياة، بس أنا بدي أعرف إمتى أول مرة اكتشفتي فيها جسدك كأنثى. طيب لنا الجندي خليكي معنا، سنعود إليك بعد هذا الفصل القصير لإتمام الحديث معك. علمني الحب درستك، أنا من يوم عرفتك عم بخلق من أول وجديد، صفي عن عيد كأني ولد وتلميذ جديد. ما درست الحب، ما درست الحب، علمني كون مثلك، كمل هالكان ناقص الله، خلي الايام تثبت لك والاخر عمر بخلص لك. علمني الحب بمدرستك، غيرني بمعرفتك، انا كل شيء دربه مفتوح عالحير الوجع وتعب الروح. حبيبي يا حبيبي، قصتنا شو غريبي، ما بتشبه حدا، انت المبتدا والباقي الخبر. يا حبيبي داويني، انا عندك ساويني شو ما بدك، بفهم بالونا لو مني سما وطويني قمر. يا حبيبي علمني كون مثلك، كمني اني ولد وبتلمي
عودة إذن رضا لضيفة هذا الصباح في هذه المساحة الحرة الإعلامية والكاتبة لنا الجندي موجودة معنا على الخط. نعم لنا مرحبا. أهلا وسهلا سعادة جدا بلقائك هذا الصباح. نعم شو كمان لنا بشو فكرتك الأغنية سمعتيها ولا ما سمعتيهاش؟ أول شيء أنا مروان خوري بحبه كثير، بحبه كثير، بيكتب عن المرأة بشكل حلو وبيقدر يوصف إحساسه، وكثير قلال الرجال يلي بيعرفوا يشرحوا المرأة من جوا. الغنية هيك أنا بسمعها لما بدي أكون مبسوطة، لما بدي أكون سعيدة. دائما بقول له لمروان أنت الوحيد اللي بتغير مزاجي بأغانيك، وأنا فعلا مزاجي كلها طب بيتعدل على أغاني. وهو ملحن ممتاز رائع جدا. نعم طيب لانا الجندي، كنا نتحدث قبل هذا الفاصل الغناء القصير عن كتابك الجديد أول تجربة جنسية في حياة المرأة العربية، قلتي تطرقتي لعدد من التجارب لرصد اكتشاف المرأة لجسدها من خلال هذه التجارب. خدينا إلى تفاصيل أكثر يعني خاصة بهذا الكتاب، هل هناك تطرق مثلا للمجتمع وعاداته للدين وتقاطعه مع الحريات الشخصية وما إلى ذلك؟ ما لا الدين اطلاقا. انت هون عم تحكي عن مجتمع هو اصلا كيف بيرفض يفهم البنت انه انت ما لازم حدا يمد ايده عليكي بهي الطريقه، او اذا حدا قريب منك ما لازم يشتكي بهي الطريقه. هي الشغلات كلها تقل علاقه فينا المراه، يعني الطفله احنا بتربى عنا بالعيله دائما خايفه على جسدها بطريقه يعني مرعبه، انه انت لا ما بصير تعملي هيك، ما فيكي تفتحي رجليكي، لا كذا، لانه هن دائما خايفين انه هي تكون مثيره لشهوة الآخر حتى ولو كانت طفلة. معظم التجارب اللي مرقت معي كانت لبنات تقريبا بين 14 و 17 اكتشفوا جسدهم، منهم فاتوا بحالة هلع لما اجتهم الدورة الشهرية، وكان واحدة منهم كانت مفكرة انه هي خلص هلأ بدها تموت، وخبت الموضوع عن امها وعن عائلتها كلها ياتها لمدة 10 ايام، وخلص هي كانت مفكرة انه هي رايحة على الموت، وبعدين اعترفت لامها انه ماما انا يمكن عندي مرض كتير خطير، انا نزفت من فترة هلأ وقف النزيف وانا هلأ بدي موت. يعني تخيلي قديش الحالة مؤلمة، انه هي اول مرة بحياتها بتعرف شو يعني تكون انه انتقلت من حالة الطفولة الى حالة البلوغ. واحدة من البنات اللي كانت سميتها القصة موعد مع الورد، بنت كانت بتحب حدا وكانت دائما تروح تبعت له ورد يعني مشان هو ما يشوف انه هي هيك عم تعبر عن حالها. بعدين بيوم من الايام اجا سألها صاحب محل الورد انت لمين عم تبعتيهم؟ قالت له لحد مدري شو، ضل ياخدها ويجرجرها بالحكي، صار بده يبتزها بانه يمد ايده على جسدها بطريقه غلط، وهي عمرها كانت 13 سنه، يعني كانت تقريبا بصف الاول الثانوي، وضل يستغلها بهي الفتره يقول لها اوكي انا ببعت لك باقه الورد وما بخبر اهلك لحتى تخليني اعمل هيك، ويقفل الباب وكذا. ما وصلت القصص اللي انا عم بحكي لك اياها لمطرح الاغتصاب، ولكن هي التفاصيل كلها تركت لهلا اثر. الحلو انه انا النساء يلي التقيت فيهم كلهم تخلصوا من الموضوع بهي البلد. ما بعرف اذا دبي الى هذا السحر، انا سبق وقلت لك من البدايه انه دبي بلد بتعطيكي القوه كمره، وبالفعل انا يمكن عن تجربه شخصيه عرفت كيف انا مالي مضطره اني يكون نتاج فوس بحياتي او راجع على حدا، ولا مضطره اني اعمل واسطه لحتى اكون. وبعدين هون مثلا القوانين بتمنع التحرش حتى ولو كان اللفظي. نعم. بينما بسوريا مثلا انا من ال 14 ل 18 يمكن ما ضل حدا يعني مرق قدامي بالشارع ما رمى كلمه من تحت الزنار، عرفتي؟ نعم. هي التفاصيل بتتذكريها بس لتكبري وبتعرفي انه انت هون عشتي بمجتمع كان قادر انه يدفعك بطريقه يمكن غير مباشره، لانه هون هن العادات الدينيه بتمنعهم والعادات والتقاليد بتمنعهم انه يتطلعوا على المراه بطريقه غلط. نعم اذا ممكن الان سننتقل الى شق ثاني من الحوار معك لنا حول الدراما والمشهد الفني العربي، بكونك طبعا متابعة جيدة وبحكم عملك طبعا ومبدعة ايضا في كتابة السيناريوهات. نعم. كيف على هذا المستوى. نعم. كيف شفتي الانتاج الرمضاني هذا السنة؟ شوف النتاج الرمضاني السنوي انا بحسه عم بيروح للانحدار،
يعني اليوم يلي عم بيتحكم بالدراما ما عاد هي الناس يلي عندها إيمان بمشروع درامي أو بفكرة معينة. اليوم الذي يتحكم بالدراما هم المنتجون حصرا، وقبل المنتجين بدك المعلن والمحطات التلفزيونية. اليوم الاتجاه تبع المحطات كمان ريليتد للجمهور. الجمهور شو بده؟ الجمهور نفسه هو اللي اختلف، وهو اللي عم بيقرر نوعية الأشياء يلي عم تتقدم. بتصور انه هي عم تنحدر، لانه نحن اليوم صايرين مقابل كل عملين او ثلاثه مهمين بيحملوا مضمون فكري هام، بيحملوا قضيه ما يحكوا فيها او يضووا عليها، في بالمقابل 40 عمل تافه وسخيف وبيصدر المراه بطريقه بشعه وقذره ومتسوله للمال ومتسوله للرجال. عرفت؟ فانا بحس انه ما عاد هي عم تخدم المجتمع كما يجب أن تكون. أنا بفهم أن الدراما هي entertainment، هي شيء للتسلية، ولكن يجب أن لا يخلو بالأخير من مضمون بشكل نهائي. ولكن اليوم الجمهور بده أشكال معينة من النساء، فبالتالي هي البنت بتصير نجمة بعيدا عن كونها هي بتعرف تمثل ولا لا. هذا النوع من الأعمال بعيدا عن أنه هو شو بيقدم، خلص نحن طافي عنا شكل معين، بيشبه الدراما التركية بيشبه الدراما المكسيكية وهدول الشغلات. بس الفرق أنه المجتمعات اللي برا طلعت من القصص اللي نحن هلأ عم نتعلمها. فنحن لنوصل للي وصلوا للمجتمعات الأخرى ليصير في عندهم انترتينمنت وليصير في عندهم فكر، بدنا كثير وقت كبير. لذلك اليوم نحن هلأ بهاي المطرح، مقابل كل عمل أو عملين جيدين بتلاقي 30 عمل سيء وسيء جدا، وبيتابع الجمهور وبيحبه وبيأمن فيه. حتى هذا الزخم ممكن والوفرة في الإنتاج شتتت المشاهد العربي، صح؟ بس بشهر رمضان، بس فعليا الناس بترجع بتشوف لبعدين. يعني أنا بحس إنه رمضان هو عبارة عن ماراثون درامي. نعم. بس بالأخير العمل يلي بده ينشاف هو بينشاف. من 3 سنين ألم حمرا انشاف غصبا عن كل المحطات يلي كانت رضا تقدمه، لأنه هو هم سوري وهو عمل تقيل ونخبوي. هذا كان رفضهم، كان هذا هو السبب الرئيسي. ومع كل شيء تهاجم العمل، ولكن الناس كانت عم تشوفه على اليوتيوب بـ very bad quality. نعم. بس كانوا مقررين انه يشوفوا لانه كان في رسائل هامة. طيب هل حاليا تعملين على كتابة سيناريو مثلا مسلسل او عمل او شيء ولا لا؟ للأسف ما كتير بقى عندي وقت اني اشتغل سيناريو. سيناريو بده تفرغ، وانا ما بكتبه كمهنة. لما بتكوني انت بتنتهي شيء بيكون في عندك اوقات معينه، بيكون في عندك كم معين من المواد اللي لازم تطلع يوميا، تماما مثل كانك عم تشتغلي اي مهنه بالحياه. فانا الدراما بالنسبه لي هي هوايه واشياء انا يجب ان اكتب عنها. والحقيقه صرت احس انه حتى لما عم نزل المواد، يعني مثلا انا كنت مؤخرا عم بكتب بمسلسل بقع الضوء، حتى لما كنت عم جرب اني اعطي شيء في فكره وفي شيء حلو كان عم يتسخف بطريقه الاخراج، لانه نوع المسلسل اللي مثل بقع الضوء لازم يضحك العالم. نعم. فخلص صارت عم تروح الأشياء كلها باتجاه السفاهة، ما عاد حسيت أنه أنا بدي أعمل هيك. طيب لنا الجندي، فقط لنختتم، قلتي بأنه أكبر عدو للمرأة هي المرأة، أنت إعلامية وعملتي بعدد من وتعملين بعدد من المنابر الإعلامية العربية المعروفة، تخافين جدا من أو بالأحرى أرعبتك المنافسة، لا من خلال كلامك؟ لا، لأنه اليوم مش كل إعلامي إعلامي. يعني اليوم أي حدا بيمرق قدام الكاميرا بيعملوا له صفحة فنية وبيعملوا له صفحة إعلامية بيكتبوا لك إعلامي. لا، اليوم ما في كتير منافسة حقيقية. إذا بدك إذا بدنا نعتمد على السوشيال ميديا أكيد في منافسة، بس أنا كمان بحس إنه الناس يلي بتقرالي والناس اللي بتفوت على صفحتي هي منا الناس يلي بتتابع إليسا وهيفا وهبي وأي حدا مثلا بيطلع على التيفي. لا، أنا الناس اللي بتجي لعندي طبعا مع حفظ الألقاب ومع احترامي لما يقتل أي فنانة، لأنه كل حدا له جمهوره. بس أنا بالنسبة إلي بحس إنه الناس يلي بتقرالي هي اللي بتدور على الحقيقة، اللي ما بتحب تشوف الأشياء مشوهة وبتحب تواجه حالها. وأنا بدور على هدول العالم، ما بدي يكون عندي كم. نعم. بدي يكونوا ناس بيشبهوني. نعم. الإعلامية والكاتبة لنا الجندي، شكرا جزيلا لك. نهارك طيب لنا. شكرا، إلى اللقاء. نحن إذن سنودع مستمعينا رضا، واللقاء سيتجدد وإياكم غدا. شكرا للجميع وإلى اللقاء. باي باي. سلام.